بسم الله الرحمن الرحيم. نطق كلمات حصة أولى ابتدائي عام يوم السبت 14/10. باج، باج، حقيبة، بي اي جي. بوك، بوك، كتاب أو يحجز، بي او او تنطق او كي. بلو، بلو، أزرق، بي ال يو تنطق او اي سايلان تكتب ولا تنطق. بي، بي، نحلة، بي اي اي تنطق اي. بس، بس، اتوبيس او حافلة، بي يو اس. طبعا كلمة باج بنقراها للطالب البي باء والاي ا والجي جا، يبقى من الشمال لليمين باج، باج، تلات اصوات، ولما نيجي نكتبهم غيبا لازم ينطق ويقطع الاصوات تاني ويزبل، هيكتب بكل سهولة. الرجاء من ولي الامور التركيز يا جماعة في الكلام ده، ونراجع مع الاولاد والبنات ونخلوهم يكتبوا تحريري غيبا ياما. بوك، بي با او او تنطق او والكيكا، يبقى بوك. بلو، بي با ال لا واليو او والاي سايلان تكتب ولا تنطق، تبقى بلو. بي، نحلة، بي با اي اي تنطق اي، سهلة جدا. بس، بي با واليو ا والاس سا، يبقى بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.